خلينا دلوقتي ناخد مع حضراتكم هذه المداخله. معانا دكتور اكرم بدر الدين استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور اكرم. ويمكن يعني احنا كنا بنتكلم على انه 8 سنين على القمه الامريكيه الافريقيه السابقه مع الرئيس باراك اوباما، والان في وجود الرئيس الامريكي جو بايدن تغير العالم وتغيرت القاره السمراء وازمات عالميه متتاليه. كيف قرات هذه القمه؟ هي يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هي قمة مهمة أمريكية إفريقية عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى ثلاث سنوات ثلاث أيام. أنا عاوز أقول إن العالم كله أصبح مهتم بالقارة الإفريقية. يعني تشوفي حضرتك الولايات المتحدة ليست الطرف الوحيد المهتم بالقارة الأفريقية. صحيح. إنما في اهتمام من جانب الولايات المتحدة، في اهتمام من جانب الصين، في اهتمام من جانب روسيا، من جانب الاتحاد الأوروبي. إذن القارة الأفريقية أصبح لها أهمية كبيرة وتحظى بدرجة كبيرة من الاهتمام من مختلف الأطراف الدولية المؤثرة. وبالتالي هذه القمة بتأتي أيضا في توقيت بتواجه فيه القارة الإفريقية عديد من التحديات، تأتي في توقيت أيضا تتواجد فيه يعني نقول نوع من الفجوة التي نشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القارة الإفريقية، نتيجة لأن في سنوات سابقة يمكن كانت أول قمة عقدت أمريكية إفريقية. صحيح. دكتور أكرم، ممكن أتوقف مع حضرتك عند النقطة دي؟ مدى تقبل الدول القارة السمراء بسلاسة لوجود استثمارات أمريكية؟ احنا بنتكلم على 55 مليار دولار أمريكي. لو احنا بنتكلم على الجانب الصيني فهناك تقريبا 5 أضعاف هذه الاستثمارات في القارة السمراء. لا، أنا عاوز أقول إن الأمر لا يتعلق الآن فقط بال 55 مليار، وإنما في قضية أخرى شديدة للأهمية. ال 55 مليار يعني لو توزعيهم حضرتك على دول القارة الإفريقية، صحيح، يعني كمتوسط كل دولة هتاخد منهم مليار، إذا ده ليس بالحجم الكبير. إنما القضية الكبرى والأساسية التي طرحت في هذه القمة هي أن هناك نوع من دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن، إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية، ودي بإجمالي يعني 3.4 تريليون دولار. ده رقم ضخم، وده بيسهم في تنمية القارة الإفريقية وفقا لاستراتيجية 2063. إنما يعني أنا من وجهة نظري أن أهمية هذه القمة بترجع إلى عاملين أيضا لو احنا بنتكلم عن المستقبل. العامل الأول من حيث الأهمية هو تنفيذ الوعود، يعني أن التفاهمات والاتفاقات والوعود في هذه القمة من جانب الولايات المتحدة يتم تطبيقها. وعلى الأرجح أن هذه الوعود أو هذه الاتفاقات سيتم تطبيقها في المستقبل القريب والمستقبل المنظور، وخصوصا بعد تحديد مبعوث أمريكي للقارة الإفريقية لمتابعة التنفيذ. فدي نقطة مهمة أوي. النقطة الثانية المهمة التي تجعل هذه القمة أهميتها هي أن تكتسب الطابع المؤسسي. تكتسب الطابع المؤسسي يعني أن تكون هذه القمة بتنعقد على فترات دولية. احنا شفنا في فجوة زمنية 8 سنين، إنما من المرغوب فيه لكي تؤتي هذه القمة ثمارها أن تتحول إلى مؤسسة، يعني تعقد على فترات دولية بحيث يتم التنسيق المتبادل بين الولايات المتحدة وبين القارة الإفريقية. وجود القارة السمراء أيضا يا دكتور، تفضل. يعني العاملين دول في رأيي بيدوا أهمية كبيرة لهذه القمة. الحديث عن مقعد دائم في مجموعة الـ20 للقارة السمراء ومدى أهمية ذلك والقرب من صناع القرار. هو طبعا الرئيس الأمريكي فيما ألقاه من خطب أو تصريحات هو نستخلص منها أن هناك اعتراف بإفريقيا ومؤثر في السياسة الدولية. ودي نقطة مهمة أوي، أن القارة الإفريقية أصبحت لاعب مؤثر في السياسة الدولية، وخصوصا أن يعني احتمالات أن يتجه النظام الدولي إلى نوع من التغير
في الأطراف وفي الأقطاب المؤثرة، وخصوصا بعد انتهاء الحرب الأوكرانية. في هذا الإطار احنا بنفهم ان الولايات المتحدة ووفقا لتصريحات الرئيس بايدن أفريقيا لاعب هام ومؤثر في السياسة الدولية، ومن هنا تأتي أيضا دعوته لضم الاتحاد الإفريقي ودول أفريقيا إلى مجموعة الـ20. ويمكن حتى كان أصير كلام في فترات سابقة عن أن يكون لأفريقيا أيضا مقعد في مجلس الأمن. إذن بيبدو الأمر هنا أن هذه القمة تربط بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو تنموي لمساعدة القارة الإفريقية على مواجهة التحديات. ربما في نقطة كمان مهمة أوي من وجهة نظر أشار إليها الرئيس الأمريكي، وربما أيضا ووردت أيضا في كلمات السيد الرئيس، اللي هي أن تكون هناك يعني مبادرة تتعلق بمديونية الدول الإفريقية. الدين الخارجي اللي بيثقل يعني معاه كاهل الدول الأفريقية وبيعيق التنمية وتحقيق أي تنمية في هذه الدول. ده صحيح، وربما يعني نستخلص من كلام الرئيس الأمريكي أن هناك دعوة إلى التخفيف من أعباء المديونية على الدول الإفريقية وعلى الدول النامية، وحتى في خطوة عملية اتخذت في هذا الإطار، وهي تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمبلغ 21 مليار دولار لصندوق النقد لتخفيف الأعباء على الدول الإفريقية أو إطالة فترة سداد الديون أو إعفاء من بعض الديون، وده أيضا أشار إليه السيد الرئيس في كلمته. إذا يبدو الأمر أننا إذا تحول من الاتفاقات الشفوية أو الوعود إلى إطار جديد، وهو الرغبة في تطبيق هذه الاتفاقات، الرغبة في مساعدة القارة الإفريقية على التخلص من التحديات التي تواجهها، وهي تحديات بالمناسبة متعددة، يعني تحدي الغذاء، تحدي التنمية، تحدي التغيرات المناخية، تحدي المياه، تحديات صحية وأوبئة، الصراعات اللي بتعاني منها الدول الإفريقية، تحدي الإرهاب واللي بيأثر على العالم كله. كل دي تحديات ستجد يعني من وجهة النظر الأمريكية التي أبديت في هذا اللقاء وفي هذه القمة، ستجد درجة كبيرة من الاهتمام من الجانب الأمريكي، وده هيساعد إلى حد كبير على تقليص الفجوة التي نشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين القارة الإفريقية، خلينا نقول على الأقل في الـ8 سنوات السابقة. صحيح، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في 9.